بسم الله، مازال معكم في التخفيضات اللي كاينه في كارفور. ها الطبسيل هذا كيدير 8 دراهم دابا بعد ما كان 17 درهم. الشكل ديالو زوين، من الاواني الراقيه، والحجم ديالو كبير، راه ماشي صغير. مع هذا التخفيض ثمنه مناسب بزاف، ما كتلقاوش طبسيل بهذا الثمن، 8 دراهم في هذا الحجم وهذا الشكل. هاد لي طاس هادو داروا لهم 16 درهم، نقصوا منهم، كان ثمنهم اكثر من هكا. الوليدات الفطور الشكل ديالهم زوين. لي ساك د الكوتي كتقلبوا عليهم بزاف، هنا بثمن مناسب بزاف، 90 درهم بعد ما كانوا 130 درهم. فيهم جوج دلوان، هاد الجين هذا والجرين، وايزوتيرم كيحتفظوا بالبروده وبالسخونيه. كاين ثلاثه دلوان، هاد الكحل هذا الكري والكحل وهذا ديال الجين. جاني ثمنهم مناسب والحجم ديالهم كبير، كيشبهوا لهذوك اللي صورت من بيم كندير لهم 100 درهم. نفس الشكل تقريبا، غير الالوان مختلفه. سولتوا على هادو، هنا كيديروا 16 درهم. سولتوني على القريعات ديال الماء ديال الوليدات اللي كيديو للمدرسه، فيها جوج الوان، الزرقاء والغوز. ديال ديكاتلون زوينه وثمنها زوين والجوده ديالها زوينه. كاين هذا الشكل هذا كيدير 18 درهم، حتى هو فيه تخفيض. هذه الوليدات الصغيورين حيت فيها واحد لاباي من الداخل، شكلها زوين بحال بيبغون. كان هذا الهمزه اللي صدماتني هو هاد جوج بلاطويات ب 100 درهم بعد ما كانوا 240 درهم. تخفيض كبير ورائعين، كنت صورتهم فاش جابوهم كانوا عاد حطوهم صورتهم، كانوا عجبوني وجاني ثمنهم غالي. دابا شوفوا 100 درهم بجوج، الكبير والصغير ديالو. فيه شكل اخر، ولكن هذا الشكل هذا الرائع اللي فيه هاد الوريقات في الخضر وديك الكتابه بالضوغي، راقي وانيق. والثمن الصراحه ماشي غير مناسب، همزه بزاف. كانت هذه اللي تنحطوا عليها شي حاجه سخونه، فيها تخفيض، دابا كدير 13 درهم. الشكل ديالها زوين. ها هما البلاطويات الثانيين اللي حتى هما ب 100 درهم بعد ما كانوا 240 درهم. غير الشكل الاول عجبني كيف قلت لكم، حتى هادو زوينين. ها هما الاشكال بجوج. كانت هاد اللوحه ديال التقديم في كدير 46 درهم، فيها تخفيض ديال المملحات ولا اي استعمال بغيتوه. وهاد الاواني الخشب ديال التقديم كتكون غاليه، دابا هادي ثمنها مناسب. هانتوما كتشوفوا شكلها زوين. كانوا هاد القريعات د الوليدات فيهم تخفيض، دايرين لهم دابا 11 درهم. اللي زوين فيهم انهم بلا باي وبالغطا ديالهم. الوليدات اللي ما تيقدروش يفطروا في الصباح، لا تشوف لهم بحال هاد التخربيقات هادو، كدوخهم تيقدروا يشربوا داك الحليبه ولا الشكلاط ولا العصير ولا اللي كان، فاش كيشوفوا هاد المنظر زوين وهاد الالوان وهاد الفواكه وهاد الرسومات. كانت هاد البواطه ديال الزبده عجبتني بزاف، 18 درهم. ها نتوما الشكل ديالها كيف داير، مع ما كانتش مفتوحه ولكن راها باينه. هي ديال البلاستيك ماشي الزاج، ديال الفرماج ولا ديال الزبده. عاليه الغطاء ديالها، عاليه اللي ما كتخسرش الزبده ولا الفرماج. زوينه تحط في الثلاجه وتحط فوق الطبله. كانوا هاد البواطات عجبني الشكل ديالهم بزاف، وثمنهم غالي في كيتيا وايكيا، هنا كيديروا 26 درهم. البلاستيك ديالهم رائع واللون ديالو زوين في هاد الكري، وكيتحلوا بطريقه عجيبه، كتدفعوها ماشي كتفتح الفوق ولا غير كتدفعوها بحال شي سكه. اللون ديالها انيق والشكل حتى هو انيق، لي بات ولا القطنيه. كان تخفيض كبير في الصنادل، قلتو لي نصور لكم الصنادل، واخا راه قريب يتسالى وقتهم ولكن يقدروا يصلحوا في الدار هكا. تخفيض كبير في هادو، فيه 50 درهم. فيهم الاشكال، فيهم هاد الشكل والشكل الاول اللي وريتو لكم، كان ثمنهم اكثر. تخفيض كبير في هادو، فيهم جوج دلوان، ثمنهم 35 درهم. كاينه هاد الزرقاء هادي والماغون ديالها. كان هاد الشكل ب60 درهم، في هاد الحزمه هادي
فيها الماغون الكحل شكلها زوين. كانت هذه ب 77 درهم، رائعة أنيقة هذه، شوفوا ثمنها كان أكثر من 100 درهم. هذه كانت هذه المجموعة، صندوق في هذه المجموعة ديال هاد الطاوات وكسرونة كيدير 460 درهم، بعد ما كان 700 درهم، فيه تخفيض كبير. هانتوما تشوفوا شنو فيها، وديال إينوكس والجودة ديالها زوينة بزاف، تقاليم. أربعة ديال الطاوات بالغطا ديالهم، وحده ماشي طاوة وحده كسرونة حيت بليد، ثلاثة ديال الطاوات بغير بديك لودينات، وحده بليد بحال كسرونة وبالغطا ديالهم، ومقلا ماشي بالغطا، راهو ما بانوا في الصورة. وهاني كنوضح لكم إينوكس المزيان تقالين، ها هي اللي كسرونة وبالغطا ديالها، كيبانوا في الصندوق بحال اللي كاملين طاوات، وهذه لا كسرونة بالغطا ديالها. ما تنسونيش من الاشتراك في القناة وديروا جيم الى عجبكم الفيديو، الى ما عجبكمش الفيديو الله يسامح، ولكن ديما كيعجبكم فيديوهات ديالي. شكرا على كلام الخير اللي كتخليوا لي في التعاليق. ها هما مجموعين كاملين، شوفوا كيف جايين، 460 درهم. هنا لي بوت ديال البنيتات عجبوني بزاف، كيديروا 210 دراهم، ما فيهمش تخفيض حيت عاد حطوهم، هما جداد وثمنهم جديد، فيهم بزاف ديال لي ديتاي، الجوده ديالهم زوينه كيف كتشوفوا، فيهم بزاف الديكورات، ما جايينش سامبل. هذه السلسله الاصليه اللي كيدخلوا فيها الوليدات الرجيلات، وهذيك السلسله اللي عندها على برا غير ديكور، مازال جوج شكال اخرين ب 210. هنا كنبين لكم هادو غير ديكور اللي فيهم، هاد الشكل هذا حتى هو 210، عاد حطوه جديد، والماغون ديالو هو هذا. كيف قلت لكم كيبقى ثمن مناسب بالنسبه للي بوت. طلبتوا مني العجانات وديجا حطيتهم لكم، ما كنترددش فاش كنلقى فيهم تخفيض كنولي نصورهم لكم. هادي فيها تخفيض كبير، كدير 520 درهم. هاد لا مارك انا ما تنعرفهاش، واللي تيعرفها يفيد الناس في التعاليق واش ياخذوها حيت ثمنها مناسب. كاينه هادي الحجم ديالها كبير، لا مارك توغوس، والثمن ديالها رغم التخفيضات كيبقى غالي، اللي هو 3499 درهم. ماركه زوينه وكنعرفها، خذوها بعينكم مغمضين، قولوا لي غير لا ما بغيناش ناخذوها بعينينا مغمضين، 3499 غير لا ما بغاتش تكون زوينه. كاينه هاد الحمراء 1999 درهم، لا مارك سانكور، ما كنعرفهاش. كيف كنقول لكم اللي مجرب شي حاجه يفيد الناس في التعاليق، وتعاليقكم كتفيد الناس بزاف. كاين هاد الشكل هذا كيدير 609، حتى هو فيه تخفيض كبير، عمرني ما شفت عجانينا بهذا الشكل، اول مره كنشوفها، اللي مجربها يفيد الناس. كاينه واحد طوريس وحده اخرى، هي هذه ثمنها قل من الاخرى حيت صغيره عليها، ثمنها 999 درهم. وسمحوا لي درت يدي ودرت هاد البوندا الكحله حيت كنت كنبان مزيان في ديك البول ديال العجانه، وما فيا ما نبان، سمحوا لي. واصلا ما عندكم ما ديروا بيا، خاصكم نتوما غير العروض والتخفيضات، المره جايه رد بالي باش ايفيتي هاد المشكل، باش تبان لكم العجانه مزيان. كاينه هاد لا مارك هادي حتى هي ما كنعرفهاش، الثمن ديالها 459 درهم، فيها تخفيض. كاينه هذه، هاد لا مارك اللي صورت لكم حتى هي في الاول، 1699 درهم. وكاينه طوروس النوع الثالث، 1599 درهم. وكاينه هاد لا مارك هادي سولاك، ثمنها 2299 درهم. ايوا وكاينين هاد المعن ديال الفخار اللي ما فهمت فيهم والو، كيتباعوا بالكيلو. نتوما اللي نبهتوني في واحد الفيديو قلتوا لي راه هادو بالكيلو، هاد القضية ديال الكيلو راه ما فهمتهاش، عافاكم لما شرحوا لي في التعاليق، ضرني راسي انا واخا ما شارياهمش، المهم ضرني راسي نعرف هاد القضية ديال الكيلو كيفاش، اول مره كنشوفها واول مره كنسمعها، وما شفتها تنبهتوني نتوما. ولكن في نفس الوقت كل حاجه فيها الثمن، كيفاش بالكيلو كل حاجه فيها الثمن، ما فهمتش. ها نتوما هاد الطبسيل هذا قريب 10 دراهم، وديك الزلافه حتى هي قريبه 10 دراهم، هاد الزلافه هادي
10 دراهم، فيها بزاف الشكالات، كاين هذا الزرق وكاين واحد اللون بحال الرخام، يعني كل حاجة فيها ثمنها، وفي نفس الوقت كتبين 26 درهم للكيلو. ولكن ما فهمتش كيفاش كنخلصوا في لاكاس، كيفاش هاد الكيلو، واش كيوزنوا بالكيلو، والله ما فهمت. عفاك في دوني، قلت لكم ضرني راسي، انا كنصور وانا كنتسائل. وكيف قلت لكم راه ما رديتش البارح، ديجا كنت صورت كانوا جابوا واحد الشكل اخر، وبقيت كنقول لكم 25 درهم كيديروا، وقلتوا لي في التعليق لا راه الكيلو. المهم صدعت لكم راسكم بهاد الكيلو حيت راه ما فهمتهاش. صافي الفيديو قريب يتسالى، نتمنى يكون عجبكم، وديروا اشتراك وديروا لايك، والى جولة مقبلة ان شاء الله، وما تنسونيش في هذه القضية الكيلو، لا يرضي عليكم.